زيارتنا اليوم إلى قسم شؤون الميرة، وهو أحد الأقسام التابعة لقيادة شرطة محافظة نينوى، ويختص بالدعم اللوجستي لكافة مفاصل قيادة شرطة محافظة نينوى من خلال تزويدهم بالأسلحة والأعتداء والتجهيزات بمختلف أنواعها. خلال الفترة السابقة كان عمل القسم بمنتهى الأمانة والنزاهة والمصداقية. ندعو إلى المزيد في الفترة المقبلة. شكري وتقديري إلى مدير القسم والضباط والمنتسبين العاملين في هذا القسم، ونتمنى لهم الموفقية في عملهم.